السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، حياكم الله وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في هذا الدرس الجديد من دروس دورة دوت نت كور ولغة سي شارب. في هذه الحصة إن شاء الله سوف نتعرف على قواعد كتابة الأوامر في لغة سي شارب. يمكنكم إنشاء مشروع جديد، كما يمكنكم استعمال نفس المشروع السابق الذي أنشأناه. داخل هذا المشروع سوف نقوم بالاطلاع على بعض القواعد التي علينا الالتزام بها إذا أردنا أن نكتب تعليمات سليمة بلغة سي شارب. فكما تعلمون أحبتي في الله، كل لغة حتى لغاتنا البشرية يعني الإنجليزية أو العربية لها ضوابط ولها قواعد. إذا أردت أن يفهمك الناس لابد أن تلتزم بهذه القواعد. نفس الكلام يسري وينطبق على لغات البرمجة. إذا أردت من الحاسوب أن يفهم الأوامر التي تمررها له، لابد أن تكتبها وفق نظام ووفق قواعد وضوابط معينة. تعالوا بنا على بركة الله نبدأ. أول بداية إن شاء الله مع يعني طريقة كتابة الأكواد في لغة سي شارب. فلغة سي شارب أحبتي في الله معروف أنها يعني free format language. free format يعني لا تهتم بالوايت سبيس أو سطر جديد أو ما إلى ذلك. يعني لو هكذا لا مشكلة، يعني أسطر فارغة لا مشكلة. لو كتبت الأوامر في نفس السطر لا مشكلة. لو الكود مكتوب هكذا لا مشكلة. فهي يعني لا تهتم بحالة الفورمات، لكن من باب تنظيم الكود لابد أن نعمل فورمات لأكوادنا. وإذا يعني اتضح مثلا أن الكود غير مرتب مثلا بهذه الكيفية، مثلا كتبت مثلا الكود بهذه الكيفية وأردت تنظيمه، أضغط على الاختصار Ctrl DE أو أعتقد Ctrl EK أو Ctrl D، لا أذكر جيدا، Ctrl ED Ctrl ED فيقوم بعمل ترتيب للأكواد. أرجع Ctrl ED فيعمل فورمات للأكواد. أو باختصار أحبتي في الله لمن لا يعرف هذه الكومبينيشن، يعني يأتي مثلا لو الكود هكذا غير منظم، نأتي إلى الفيو، لا إلى الإيديت، ثم أدفانسد، ثم فورمات دوكيمنت، فيتم عمل الفورمات. هذا من جهة أحبتي في الله. فلغة السي شارب هي فري فورمات، يعني لا تهتم بالوايت سبيس ولا بالنيو لاين ولا بالفراغات بشكل عام. ايضا بالبناء القواعد احبتي في الله التي علينا الالتزام بها في لغه سي شارب، وهي طريقه تسميه الايدنتيفايرز او المعرفات. ما هو المعرف احبتي في الله؟ المعرف هو اسم المكون. مثلا بروجرام هو اسم اعطيناه لهذه الكلاس. الماي فيرست اب هو اسم اعطيناه لهذا النيم سبيس. المين هو اسم هذه الميثود وهكذا دوالك. هنا الاركس هو اسم اعطيناه لهذا الاري. فهذا المكون أحبتي في الله سواء كان ميثود أو كلاس أو فاريبل، هنالك مجموعة من الضوابط علينا الالتزام بها إذا أردنا أن نسمي. فبالنسبة للأيدي يعني الأسماء أحبتي في الله، لابد أن نراعي أنه يسمح لنا فقط باستعمال الحروف والأرقام. الرموز غير مسموحة باستثناء الرمز أندرسكور، يعني الرمز الذي نكتبه بثمانية هنا من الكيبورد. يعني لو أتيت مثلا وأردت أن أعلن عن variable مثلا من نوع int يعني متغير رقمي، وسنتعرف على المتغيرات في وقت يعني بعد قليل إن شاء الله. int مثلا أسميه number. هنا هذا int هو نوع البيانات، وهذا هو الidentifier، هذا هو المعرف، هو الاسم الذي حددناه لهذا المتغير. هذا المعرف أحبتي في الله كما ذكرنا إذا أردنا أن نسميه فلا بد أن نلتزم بماذا؟ أن نلتزم بأن يكون المكونات فقط حروف وأرقام، وإذا أردنا أن نستعمل رمز نستعمل الرمز أندرسكور، هذا الرمز. يمكننا أيضا أن نكتب الأرقام لكن ليس في الأول، لابد أن يبدأ بحرف، يعني أي حرف ألفابيتيكال حرف. بالنسبة للأرقام يمكننا أن نكتبها هكذا مثلا number 1 2 3 هكذا، هذه تسمية مسموحة، لكن أن نبدأ بالرقم في الأول مثلا هكذا 3 فهذا غير مسموح به في الأيدنتيفاير وسيسطر عليه بالأحمر لأنه خطأ. هذا أحبتي في الله فيما يخص طريقة التسمية. نقطة أخرى مهمة أحبتي في الله ما دمنا نتحدث عن القواعد، وهي أن لغة سي شارب حساسة جدا لحالة الحروف. يعني لو كتبت نمبر هكذا ثم أتي داخل البرنامج وأردت أن أستدعيها بهذه الطريقة نمبر هكذا مثلا، كتبته مثلا بحرف كابيتال هنا، فسيعتبر أن هذا المتغير على خلاف هذا المتغير، يعني هنا إيرور، يقول لك هذا المتغير غير موجود. The name number does not exist in the current context، هذا غير موجود. لابد أن نحترم حالة الأحرف. إذا أعلننا عنه بحروف صغيرة نكتبه يعني الاستدعاء أيضا بحروف صغيرة. الآن سيقوم بقبوله. لماذا يسطر عليه بالأحمر؟ لأنه لم يأخذ قيمة مبدئية. نحن عملنا له increment يعني زدنا قيمته بواحد وهو أصلا لا يحتوي على قيمة. لو أسندنا له قيمة مثلا 5 سيزيل التسطير عليها. ما من هذه العملية الآن أحبتي في الله؟ جميل.
هنا أنشأنا متغير من نوع integer من نوع رقمي وأسندنا له القيمة 5. هنا تساوي، هذا يسمى رابط الإسناد assignment operator. رابط الإسناد يسمح بإسناد القيمة الموجودة هنا إلى هذا المتغير الموجود هنا. فهمتم كيف أحبت فلاح؟ أما المتغيرات بالنسبة للإخوة المبتدئين، المتغيرات أو الفاريبلز، ما هي المتغيرات؟ المتغير أحبت فلاح هو مكان نحجزه في الذاكرة، في الميموري، يعني الميموري الذاكرة الخاصة بالحاسوب، نحجز مكانا في الذاكرة ونخزن فيه قيمة معينة. يعني وأنت تنشئ تطبيق معين ستحتاج إلى تخزين بعض القيم في الذاكرة. أعطيك مثالا بسيطا وأرجو التركيز معي في هذا المثال. على سبيل المثال، لو طلب منك أحد الأشخاص أن تنشئ له برنامج يقوم بجمع عددين، يعني يقول لك أريد برنامجا أدخل له عددين فيحسب لي مجموعهما، أنت كمبرمج ستقول طبعا هذين الرقمين أو هذين العددين أنا لا أعرفهما مسبقا، ممكن أن يدخل 3 و5، ممكن أن يدخل 6 و10، ممكن أن يدخل 28، يعني أنا لا أعرف ما هي الأرقام التي يمكن لليوزر للمستعمل أن يدخلها. طبعا لا أستطيع أن أتنبأ بها. الطريقة الوحيدة التي سأستعملها هي أن أنشئ متغيرات في الذاكرة، يعني أن أهيئ لها مكان في الذاكرة لاستقبال القيم التي سيدخلها المستخدم لبرنامجي. هذه الأماكن اللوكيشنز التي نحجزها في الذاكرة تسمى متغيرات. والمتغير أحبتي في الله لا بد أن نعطيه اسما. الاسم هو الايدنتيفاير الذي ذكرنا قواعده قبل قليل. نعطيه اسما ونحدد له نوع بيانات data type. ما المقصود بالديتا تايب؟ هو الانت هنا في هذه الحالة. الديتا تايب أو نوع البيانات أحبتي في الله هو نوع القيمة المراد تخزينها في هذا الفاريبل، في هذا المتغير. هنا النمبر القيمة التي أسندنا له هي 5، فبالتالي الديتا تايب سيكون رقمي. ممكن أن يكون نوع البيانات نصي إذا أردنا مثلا أن نخزن الاسم أو العنوان أو أي معلومة أخرى نصية، فيكون نوع البيانات من نوع نصي. النوع النصي في لغة سي شارب هو string، نقول له string مثلا name يساوي خالد. ولو لاحظتم فكل أمر مستقل بذاته يسمى في لغة سي شارب يسمى statement، والstatement تختم بفاصلة منقوطة هكذا. هذه statement، يعني ما معنى statement؟ عملية تامة مكتملة. هنا أعلننا عن المتغير وأسندنا له قيمة، خلاص اكتملت. هنا نفس الشيء، أعلننا عن المتغير وأسندنا له قيمة. هنا عملية زيادة القيمة بواحد هي عملية مستقلة بذاتها، يعني زدنا النمبر بواحد. بعد هذه statement سيصير قيمة النمبر هي 5 + 1، فبالتالي ستكون النمبر تساوي 6. هنا أحبت فيلا لماذا يسطر على النيم بالأخضر؟ يقول the variable name is assigned but its value is never used. يقول تم إنشاء المتغير name لكن لم يت... is assigned، يعني تم إعطاه قيمة لكن لم يستعمل بعد. its value is never used، القيمة التي تم إسنادها له لم يتم استدعاؤها بعد في البرنامج، طبعا لأننا أنشأناه ولم نستعمله بعد. هذا أحبتي في الله فيما يخص قواعد التسمية. كما ذكرنا ما هو الفاريبل، تذكير بسيط، الفاريبل أو المتغير هو مكان نحجزه في الذاكرة لنخزن عليه بيانات معينة. هذه البيانات لها نوع data type ولها اسم identifier. الidentifier له شروط معينة، لا بد أن يكون مكونا فقط من حروف وأرقام، وإذا أردنا أن نستعمل رمز نستعمل رمز الأندرسكور. وذكرنا أن الidentifier لا ينبغي أن يبدأ برقم، يبدأ بحرف. فهمتم كيف أحبتي في الله؟ هنالك بعض القواعد العامة في تسمية الفاريبلز أحبتي في الله. يقول لك يعني لا تبدأ الايدنتيفاير لا تبدأه بالأندرسكور، يعني مثلا لو أتيت وأنشأت هكذا، هي مسموح بها في لغة سي شارب، يعني لو أنشأت متغير وبدأته بالأندرسكور هي مقبولة، لكن يعني هنالك قاعدة تقول لك حاول أن تتفادى هذا الأمر، إن لم تكن مضطرا له تفاده. طبعا هذا الأمر يجرنا إلى مشاكل متعلقة بالانتروبيرابيليتي، يعني التوافقية. على سبيل المثال حينما نريد مثلا أن نستعمل المكتبة التي أنشأناها بلغة سي شارب في مكتبة أخرى مثلا أو في برنامج آخر لا يعترف بالأندرسكور في بداية الايدنتيفاير، سيتسبب لنا الأمر في مشكلة. لذلك يقول لك من الأفضل أن تستغني عن استعمال الأندرسكور في بداية الايدنتيفايرز. أيضا يقول لك حاول أن تبدأ دائما أسماء المتغيرات بحرف صغير، يعني هنا number تبدأ بحرف صغير، name تبدأ بحرف صغير، يعني لا تبدأ بحرف كبير. بالنسبة للclasses نعم ابدأها بحرف كبير، الmethods نعم ابدأها بحرف كبير، لكن الvariables لا، ابدأها بحرف صغير هكذا number name. ماذا لو كان الvariable مكون من أكثر من كلمة؟ يعني مثلا عندك string local address مثلا، كيف أكتبها؟ تكتب الكلمة الأولى بحروف صغيرة يعني local هكذا، والكلمات اللاحقة تبدأ بحرف كبير هكذا، local address مثلا يساوي مروكو مثلا.
ثم أختم بسيمي كولون فاصلة منقوطة. هنا أحبتي في الله يعني هي ليست أمور إجبارية أو إلزامية، هي فقط قواعد ينبغي الانضباط لها، حتى إذا أردت أن يكون الكود الذي تكتبه مفهوما، مثلا إذا أردت أن تصدر الكود سورس كود إلى فريق معين أو إلى شخص مبرمج آخر يفهم الكود، فهي يعني تقول مثلا general recommendations يعني تعليمات أو توصيات عامة ينبغي الالتزام بها. فأسماء المتغيرات variables يستحسن أن نبدأها بحروف صغيرة، إن كانت مكونة من أكثر من كلمة نتبع قاعدة تسمى camel case. camel case يعني مثل الجمل، الحرف الأول صغير وما تبقى كبير، سنمة الجمل أو حدبة الجمل كما يقال. بالنسبة للميثودز والنيم سبيسز والكلاسز تبدأ دائما بكابيتال لتر بحرف كبير. هذا أحبتي في الله فيما يخص ماذا؟ فيما يخص قواعد التسمية. بالنسبة لأنواع البيانات ذكرنا يعني أنها تحدد نوع القيمة المراد تخزينها في الذاكرة، رأينا كذلك الأساينمنت أوبريتور رابط الإسناد، كما ذكرنا هذا الرابط يسمح لنا بإسناد قيمة لمتغير، والمتغير هو مكان نحجزه في الذاكرة من أجل تخزين قيم عليه. إلى هنا أحبتي في الله أعتقد قد تعرفنا على أهم القواعد التي علينا الانضباط لها في لغة سي شارب. أكتفي بهذا القدر، أدعو لكم جميعا بالتوفيق والسداد، ونلتقي في الحصة المقبلة إن شاء الله. دام لكم البشر والفرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.